بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نكمل موضوعنا القديم الذي تكلمنا عنه في سابقا عن السكريات وأهميتها، وراح نتكلم عن الجزء الثاني من السكريات وهو السكريات الثنائية، ولمحة بسيطة جدا عن أهمية السكريات. السكريات تعتبر المادة الأساسية لبناء جزيئات ومركبات الكيميائية أخرى، فالسكر المأخوذ في الغذاء يتحول إلى جلوكيجين في الكبد والعضلات عن طريق فعل هرمون الأنسولين، والزيادة من السكر تتحول أيضا إلى مواد دهنية، كلنا نعرف هذا الشيء، تخزن في أماكن مختلفة في الجسم، في البطن وفي الظهر والأرداف والعضلات إلى آخره. ندخل في القسم الثاني من السكريات الثنائية. السكريات الثنائية تتكون من جزئين من السكريات الأحادية، حيث يفقد جزء واحد من الماء من خلال تفاعل يعرف بنزع الماء، ويرمز للسكريات الثنائية بالرمز C12H22O11، وتكون الجزيئيات أما من نوع واحد من السكر أو من نوعين مختلفين من السكر. من أمثلتها سكر السكروز، سكر القصب، وهو أيضا السكر الموجود في أغلب النباتات تقريبا ويستخدمه الإنسان في طعامه. وسكر السكروز يتكون من جزيئين عبارة عن جزء جلوكوز جزء فورتكوز، حيث يفقد كنتيجة لهذا الاتحاد جزء من الماء. وأيضا سكر المالاتوز سكر الشعير، ويتكون من جزئين من سكر الجلوكوز. أيضا سكر الأكاتوز وهو سكر اللبن، ويتكون من اتحاد جزء جلوكوز وجزء جلوكتوز، ويوجد سكر الأكتوز في اللبن المفرز من القدد اللبنية في الثدييات، وأيضا موجود في الإنسان. إلى هنا انتهى الدرس، أتمنى أنكم فهمتوا أهم السكريات الموجودة في السكريات الثنائية ولأنها مهمة جدا. إلى هنا انتهى الدرس، وكان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس لاحق.